خصوصا ان احنا بنبدا معسكر بسم الله الرحمن الرحيم. كولر لاول مره عنده فرصه وفتره محترمه، انه لعيبه مرتاحه جايه من فتره راحه سلبيه كويسه جدا، فعنده فرصه يشتغل ويوظف ويوصل فكر بشكل كبير. بس خليني اروح لنادر الاول، في اسم كنت تتمنى او كنت شايف انه يستحق يبقى موجود في الجوائز امبارح وما حصلش او ما خدش حقه؟ لا اعتقد ان انا بتفق مع حماده في موضوع المنطقيه في او الموضوعيه في اختيار اللعيبه. انا بس هضيف على كلام حماده، يعني هو تفضل فعلا وقال كل حاجه عن حسين الشحات اللي كل مشجع اهلاوي عايز يتكلم فيها، بس انا هضيف عليها بس فكره ان حسين الشحات اصلا مر بظروف صعبه الشخصيه خارج كره القدم بعد وفاه والده. وفاه والده دي كانت قبل اهم مباراه في السيزون اللي كانت قدام الهلال السوداني اللي كانت في القاهره في اول ايام رمضان، كانت حاسمه جدا. وقبل المباراه باقل من اسبوع كان وفاه والد حسين وكان متاثر جدا بيها، ولما شارك في المباراه دي كانت نقطه التحول في موسم حسين بشكل عام. لما من بعدها بدا تشكيل الاهلي يكون الثلاثي الهجومي كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات، كان من المباراه دي بعد ما دخل احتياطي وسجل هدفين في الوقت اللي كل الناس كانت شايفه ساعتها، زي فعلا محمد حماده تكلم في الموضوع دوت، ان كل الناس كانت بتتكلم ان حسين الشحات بعيد عن مستواه والابس اند داون اللي كانت بتحصل مع حسين في خلال المواسم اللي فاتت. بدا من المباراه دي حسين الشحات يكون هو اللاعب الاكثر تاثيرا في الشق الهجومي في الاهلي، وعلى مدار الموسم لحد نهايته هو افضل لاعب في مصر. مش هنتكلم بقى بارقام سلبيه، لكن بارقام جابت بطولات، جابت 5 بطولات في سنه واحده، فشاء شاء من شاء وابى من ابى، فحسين الشحات هو افضل لاعب في مصر. صحيح. قبل ما نروح لمعسكر النمسا معايا خبرين عايز اسمع تعليقكم عليهم. الخبر الأول مرتبط باتحاد جدة. اتحاد جدة مسؤولين فيه رفعوا العرض لضم محمد صلاح مقابل المالي لليفربول 150 مليون يورو، والمقابل المالي لمحمد صلاح 200 مليون يورو في الموسم، مساواة بالدون كريستيانو رونالدو في محاولة منهم لحسم الصفقة وعدم الانتظار لمواسم قادمة. تتوقع أنه رفع العرض نادر للرقم يعني رقم خرافي في النهاية؟ أنا طبعا يعني أنا لو مكان هنا سأصمت قليلا يعني أنا لو مكان إدارة ليفربول، أنا متأكد طبعا أنه إدارة ليفربول لازم على الأقل تفكر، يعني مش بقول توافق بس على الأقل تفكر، لأنه هي عارفة ومدركة تماما أن الرقم الضخم ده مستحيل يجي في أي لاعب تاني في ليفربول في الفترة اللي جاية. ومحمد صلاح برضو لازم يعني صحيح انا كنت انا من اكتر الناس اللي نادت انه صلاح اتمنى انه يكمل في ليفربول، لكن الرقم الحقيقه ممكن يغير في المعادله. مش عارف راي نادر ايه. يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي بتاع يوم الجمعه اللي فاتت قال ان احنا عايزين الميركاتو في السعوديه يقفل الديدلاين بتاعه يكون 1 سبتمبر زي الدوريات الاوروبيه مش 20، لان هو عارف ومتاكد ان اي لاعب هيقدر الانديه السعوديه تقدر تغريب الفلوس مش هيقدر يعوضه، لان بعد ما الانديه السعوديه عندها لحد 20 سبتمبر. فهم لو لعبوا على حته ان هم خدوا صلاح في خلال 3 4 ايام اللي جايين اللي هم نهايه الميركاتو في اوروبا، ليفربول هيبقى عنده صعوبه في ان هو يعوض محمد صلاح. هنخرج شويه من حته محمد صلاح وارجع لك تاني. هم لما كان في مانشستر سيتي كان عندهم رياض محرز ومشي وهو ما كانش لاعب اساسي، ولما محرز مشي لحد الان مش عارفين يجيبوا بديله. حتى لو كانوا جابوا دوكو، حتى لو كانوا بيلعبوا بالمر في المكان ده، مش عارفين يجيبوا بديله. وده محرز مع كامل الاحترام، بس الفروقات كبيره ما بين صلاح ومحرز. محمد صلاح النجم الاول لليفربول والنجم التاريخي لليفربول والنجم اللي جاب البريمير ليج ليفربول. فكره ان انت بتعرض كمان في السن اللي هو عنده 31 سنه لعيب انت جايبه 35 مليون استرليني في 2017، جاب لك كل البطولات الممكنه اللي شارك فيها، جاب لك عوائد ماليه ضخمه ما كنتش متخيل ان هي كانت ممكن تحصل. والاهم من كل الكلام ده انك انت لو جيت بعت محمد صلاح وعنده 31 سنه بالمبلغ ده، فانت بتقول ممكن يكون فعلا ليفربول بيفكر. انا اكاد اجزم ان ليفربول بيقنع محمد صلاح ان هو يقبل بالعرض. انا اصل يورجن كلوب لما طلع واتكلم في المؤتمر الصحفي يا احمد، انا متاكد تماما ان دي رغبه يورجن كلوب مش رغبه النادي. يعني رغبه يورجن كلوب لو انا عايز صلاح يكمل، لكن رغبه النادي مستحيل هيجي المبلغ ده لمحمد صلاح ده قبل ما يترفع ل 150 مليون. فالنهارده سي بي اس الوكاله البريطانيه قالت ان فعلا الاتحاد السعودي قدم عرض ب 150 مليون والراتب، سيبك من ان الراتب بتاع محمد صلاح كده كده يعني السعوديه مؤخرا بتصرف ببذخ كبير على اي لاعب علشان يضموهم، علشان طبعا الواجهه اللي بيلعبوا عليها مؤخرا، ولكن ليفربول نفسه مستحيل هيلاقي المبلغ ده يجي له في محمد صلاح تاني. يعني مهما كان شاء من شاء وابى من ابى. يعني شايف ان الصفقه ممكن تكون قريبه من انا حاجة. شايف ان هي مش هيبقى ما حدش هيقدر يلوم
صلاح لو رفض ومحدش يقدر يلوم ليفربول نفسه لو رفض. وانا لعيب عنده 31 سنه وحقق لي كل اللي انا عايزه وعمل لي كل حاجه الا بس لو محمد صلاح، علشان طبعا رغبه محمد صلاح الاساسيه مؤخرا هي الفوز بالبالون دور. فانتقاله للسعوديه من اسبوع